قبالك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. طيب دكتور فهمت عليك. اي نعم مثل ما بتريد. لا لا ما تعطي الهم، انا بقول لها لجنان. الله معك. مين؟ دكتور سعيد طلب منا اليوم ما ننزل على المستشفى، قال لازم نعطي شويه وقت لبيك تيرتاح نفسيا اكثر. يعني البابا مش مرتاح؟ لا لا طمني انه صحته منيحه، بس تعبان شوي نفسيا وبيفضل انه ما نشوفه اليوم. قلبي مش مطمن، بدي احكي مع الدكتور سعيد. جنان وحياتك حبيبتي، لو في شيء أنا كنت نزلت قبلك على المستشفى ولا؟ بعرف يا ابني إنه مسؤولية كبيرة عليك، بس أنت قد وقدود. والله يا أستاذ عماد فاجأتني بهالأوفر، بصراحة مش عارف شو لازم أقول. فؤاد اسمعني شو رح أقول لك. راحتي أنا بآخرتي ونجاحك انت بمستقبلك اتنيناتهم متوقفين على جوابك. لهالسبب ما بدي اياك تقول شي هلا، اوعى تتسرع بجوابك وتندم بعدين. خد كل وقتك، فكر بالموضوع. اوف هيدي ذات البنت يلي تهجمت على جنان ليلة السهرة، شو جاي تعمل بنفس المطرح مع فؤاد؟
بونجور. اهلا يا مذاكرين. بونجور. تفضل. ميرسي. هلا. مرحبا معلم. اهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وحياة عينك البنت يلي طلعت هلا، مش هي الست روزالية اللي عندها محل تياب هونيك باخر الشارع؟ روزالي؟ ايه روزالي النمور. لا يا استاذ لا، روزالي مين ومحل تياب شو؟ البنت اللي طلعت هلا اسمها كارين، بنت اكبر محامي بهالبلد، اسمه عماد يزبل. معقول؟ يا سبحانك يا الله، بيخلق من الشبه 40. طيب انا ممنونك، ما تواخذني. لا ولا يهمك يا اهلا. بالإذن. إنك معك أستاذ. بلشت افهم كل شيء. وحياة عينك يا جماعة، كاس الموريا اللي عم بحاول هيدا الكلب يسقيك اياه رح خليه هو يشربه. فرجي. كيف هالحكي هيدا؟ في شي غلط. طيب إذا هيك معناتها كل شي قالته جنان لفؤاد بيتناقض مع الحكي يلي هون. طيب إذا هون عم بيقولوا إنه سعد يتيم وما بيعرف لا أصله ولا فصله، وجنان قالت له لفؤاد إنه رشاد بتكون خالته لسعد صالح، يعني سعد صالح بيعرف أصله وفصله. العام إذا أرستو كان عم يقرأ هالمنطق بيضيع. رشاد؟ رشودة؟ بليز تعي ردي، ماني قادرة أتحرك. يلا يلا جاي. ألو ست رشاد؟ دكتور روجي؟ مروان أنت قلت لي ما قريت الملف صح؟ إيه ما قريته. هلا أحكي فؤاد خليه يجي لهون. يب ليه شو في؟ الهيئة جنان عم تلعب لعبة وسخة مع فؤاد، لأنه كل الكلام اللي قالت له إياه عن سعد صالح غلط وما له علاقة بالمعلومات المذكورة هون بالملف. كميل عمالك علي، ما فهمت شيء. ري ساعتها رح تفهم. ست رشاد، إذا جنان حدك أعطيني إياه، ما بقى تضيعي لي وقتي، في شيء كثير مهم بدي أقول إياه. جنان؟ لا لا هي مش هون هلا. ست رشاد بليز بدي أحكي معها. صدقني دكتور وحياة معزتك جنان منا هون، طلعت تاخد دوش، إذا بتحب جرب اتصل فيها بعد شوي بركي بتكون خلصت. كنت بتمنى صدقك، بس تجربتي معك ما بتشجع. على كل حال إذا جنان كانت حدك أو ما كانت حدك بتقولي لها عن لساني إنه كارين يزبك البنت اللي تهجمت على جنان بسهرة نقابة المحامين وعمل حاله فؤاد ما بيعرفها ودفشها وصار يمثل على جنان، طلعت أعز الأصحاب مع فؤاد وهو هلأ قاعد معه بفرد أوضة، حتى ما قلك بفرد فرشة، وفهمك كفاية. جنان؟ فهميني شو عم بيصير؟ روجي هون بلبنان وانت خبيتي علي؟ ما كان قصدي خبي عليك، بعتذر،
بس انا كنت مفكره انه الموضوع رح يخلص بسرعه ويرجع رجيع على فرنسا. ما كنت حابه اشغل لك بالك بشغله سخيفه. سخيفه؟ مش سخيفه ابدا. روجيه اكيد عم بيلاحقك ويراقبك ويراقب فؤاد. الزلمه واثق من حاله ومن معلوماته. شو بتفسري هالشي؟ شو قال لك؟ خبرني عن السهره وعن كارن. يعني اكيد معه خبر بكل شيء. ما في الا انا اللي ما معي خبر شيء. كيف بتكذبي علي جنان؟ كيف؟ وحياتك كنت ناوية خبرك، بس كنت عم جرب حل الموضوع لوحدي. فكرت انه روجيه اقتنع ورجع على باريه. طلع لا، الزلمه بعده هون ومش بعيده كمان، كان بالسهره وشافك. هيك موضوع جنان ما بينسكت عنه، كان لازم تخبريني ومنلاقي سوا الحل. إذا بقى الدكتور رفض عم يتحسن هاي بتوقع بعشرة أيام بترك المستشفى وبيرجع على البيت. يمكن رح تضحك علي إذا قلت لك ما عم صدق شو عم بيصير معه. شيء مش منطقي. كل هالكرايز بقلبه ويزمط منها. يمكن لواحد غيره كنا عم ترحم عليه هلا. بس رفض إنسان بيعشق الحياة. تمسك فيها ورجعت له صحته. أنا بقول إنه الشيء الوحيد اللي خلاه يقاوم الموت هو حبه لبنته. رأفت رفيقي وزميلي من زمان، ويمكن أنا الشخص الوحيد اللي بعرف أكثر من الناس قديش رأفت متعلق ببنته. يا خيي شو ما كان السبب يكون، المهم يقوم بخير وسلامة. صحيح بروفيسور، هذا اللي بهمنا. حتى لو عم تتحسن صحته بسرعة، أنا رح ضلني خايف عليه بكل لحظة. ليش تخيف عليه هالقد؟ رايح على بيته يرتاح. ما أنا هيدا اللي بخوفني. من شو خايفين سعيد؟ تعرف شيء أنا ما بعرفه؟ لا لا ابدا، بس وضعه النفسي خاصة تجاه بنته. بدنا نضل نحكي الغاز؟ اللي من الاخر شو فيه؟ بروفيسور رأفت كان عم يعمل المستحيل حتى يصير الدكتور رجيه صهره، بس بكره بس يرجع على البيت رح يتصل بروجيه على فرنسا، وساعتها رح يعرف رأفت انه جنان استغلت نومته بالمستشفى وتركت رجيه وحبت المحامي. وخذ لك من القصة كيف بدك رأفة ساعتها يتقبل الأخبار. رح تجيلك رايز والدبحات ورا بعضها، وساعتها يا معلم رح نترحم عليه. ألو دكتور، معك أمال من الاستعلامات. في معي اتصال من فرنسا من شخص اسمه سامر جعارة، بيقول أنه هو صديق الدكتور رجيه خليل وطالب يحكي معه. قصدك يحكي معي أنا؟ لا لا دكتور، هيدا الشخص بده يحكي مع الدكتور رجيه نفسه. بس يا بنتي الدكتور رجيه مش بلبنان، رجع من كم يوم على باريس. بعرف دكتور، ما انا هيك جاوبته، بس هو قال لي انه امبارح الدكتور رجيه تلفن له من رقم لبناني وحكي معه. لك هالحكي؟ مثل ما عم خبرك دكتور. طيب طيب حولي له الخط لشوف. اوكي دكتور. لازم نحكي مع الناس يلي بتشتغل عن جنان، هي الوحيدة اللي قدرت توضح كل شيء عم نفكر فيه. لا، أنا بفضل ما نعمل هيك. ليه؟ شو بيصير؟ شو بيك كميل؟ نسيت آخر مرة قعدنا مع فؤاد وطلب منا إنه ما نتعاطى مع جنان ولا مع حدا له علاقة فيها؟ ليش بدنا نفوت بإشكالات نحن وياه كرمال حشريتنا؟ هيدي مش حشرية مروان، مش أنت عم بتقلي إنه فؤاد صديقنا ولازم نوقف حده؟ معناتها يا اما بدنا نترك مشاعرنا على جنب ونساعده بالمنطق والقانون، يا اما بدنا نخاف على مشاعره انه يزعل منا ونخسره على طول. مين بيعرف شو عم بيركبوا له شي ضرب؟ ولو وين زكية؟ غرقان فيها لشوشته وماشي وراها على العميانه، وما تتكل علي اقشع الصح من الغلط، وبكره رح يجي يوم ورح يوقع على حاله ورح يكتشف انه كان كبش محرقه عن جنان لحتى تعمل اللي براسها. يعني انت مقتنع انه هيدي وحده كذابه ومنا بنت رأفت الحقيقيه؟ ليش في شي بيثبت انها بنت رأفت الحقيقية؟ معك حق. طمن مروان، فؤاد مش بس صديقنا، فؤاد خاينة ومستحيل نتخلى عنه. هيدا اللي بدي اياه، مع انه عم بيرفض نوقف حده. هو حر، بنشتغل بلا ما نخليه يعرف. بشرفك تلفن له. وليش بدك ياني انا تلفن له؟ تاكلها شي بهدلة منه؟ لا لا مش رح يبهدلك، تلفن له خذ منه موعد. ليش انا بدي اطلبه؟ ليه مش انت؟ لانه انا عدوه هلا. فؤاد وكيلة لجنان، وأنا بحكي مع رنا بنت عمّة، وجنان ورنا ما بيحكوا مع بعضهم، في عداوة بيناتهم، فهمت ولا بشرح لك بعد؟ طيب، شو بدك قل له؟ اللي بدك إياه، المهم تقنعه إنه يقابلك، وبس تشوفه لازم تعرف منه شو عنده معلومات عن سعد صالح. الله يساعدني.
رح يساعدك. خير يا سعيد؟ كأن الاتصال زعجك شوي؟ كتير مش شوي. حدا ابو شي؟ شو لك يعني؟ اللي أنا كنت خايف منه صار. ما فهمت. هذا اللي كنت عم بحكي معه هلا بيكون صديقه للدكتور رجيه خليل، وفهمت من حديثه إنه الدكتور رجيه بعده هون بلبنان ما سافر. إيه شو يعني؟ يعني في شيء بالقصة مش مزبوط، لأنه عم بيقول لي إنه لما اتصل فيه رجيه قال له إنه مش راجع على فرنسا لأنه لقى شغل بلبنان. طيب عال ليه زعلان؟ ما نحن بدنا حكي مع شباب الدروجي. القصة مش يبقى أو يسافر، بس صديقه عم بخبرني إنه الشغل اللي رح يبلش فيه بلبنان هو عندي بالمستشفى. عندك هون؟ ليش عمل هيك؟ ليش بده يكذب؟ بصراحة ما بعرف، بس أنا حاسس إنه روجي عم بيمثل علي. قال شو؟ إجا ودعني وودع رأفت وفل. فكره يقنعني ويقنع بنت رأفت إنه سافر، وهذا الشيء كله حتى يصير يقدر يلحقها بسهولة بدون ما حدا يشك فيه. معقول؟ ما بعتقد في تفسير تاني غير هيك. بس إذا اللي عم تفكر فيه مزبوط، يعني بنت رأفت دولة ما بتنحسد عليه، وخاصة إذا كان روجيه بعده عم بيعاني من حالة العصبية اللي كان فيها. يعني إذا التقى بالبنت يمكن يأذيها. يعني كأنه كان ناقصني شغلة بال. سعيد لازم هلا تتصل بالبنت وتخبرها لتنتبه منه. مستحيل، البنت عندها مشكلة بقلبها بغض النظر شفيت أو لا، بس هيك خبرية رح ترعبها والخوف يأثر عليها. طيب شو رح تعمل؟ أنا برأيي وصل الخبر لخطيبة وهو يشوف كيف بده يحميها. طيب يلا احكي، معك رقمه؟ ما أنا رقم خالد. يا جماعة هيدا اللي عم يصير اسمه تهديد، ما عاد فينا نعتبره فشة خلق. ضروري نوقف رجع عند حده قبل ما يعمل له شي عملة ونقعد نبكي ونتحسر. فؤاد عم تخوفنا، شو لازم نعمل؟ مثل ما بيعملوا كل الناس، منبلغ الدرك. استاذ فؤاد شو قصتك؟ بتحور وبتدور وبترجع على موضوع الدرك، ما عرضت علينا هالفكرة وقلنا لك بلاها. طيب فهموني، ليش بلاها؟ ما بدنا ندخل الدرك بأمورنا الشخصية. بس حياتك بخطر، وشغلتهم يحموك. استاذ فؤاد، أنا رح رايحك وفسر لك ليش جنان مش حابة تدخل الدرك. تفضلي. دكتور رأفت بحبه كتير لدكتور روجي، وإذا بكرة عارف إنه نحنا تشكينا عليه رح يزعل منا كتير. شو يعني؟ إذا الدكتور مخشوش بهالشاب وبيحبه نتركه يتهجم على بنته ويهددها؟ لا ست رشاد، كرامة دوموزيل جنان من كرامتنا، واللي بهينا كأنه هيننا كلنا. وإذا أنتم ما بدكم تتشكوا عليه إيه، أنا بروح على المغفر وبتشك عليه. بعد ناقص يجي واحد من آخر الدنيا يهدد بنت معلمة. دخيلك عم واجه، اوعك تغلط، أنا بعرف إنك بتحبني وبتخاف علي، بس اوعك تتصرف من راسك. بس الموضوع مش بسيط مثل ما أنتوا عم تفكروا، في خطر كبير على حياتك. استاذ فؤاد، هيدا الموضوع بيعنيني أنا لوحدي، وأنا مصرة إني ما أعمل شي بزعل البابا. بكرة لما بيرجع من المستشفى وبنتأكد إنه ارتاح، بنبقى منخبره شو صار، نتركه هو يلاقي الحل. ومن هلأ تيكون رجع بيك على البيت، مين بيضمن إنه روجيه ما رح يحاول يأذيك؟ قول من هالناحية اطمن، إذا صارت شي مرة ورجع شافني أكتر شي بعيط شوي لحتى يفش خلقه، لا أكتر ولا أقل، بس إنه يحاول يأذيني ما بيعملها. وليش ما بيعملها؟ لأنه بحبك، ما هيك؟ ممكن. دوموزيل جنان، أنا بحترم رأيك وبقدر شجاعتك، بس في شي بهمني تعرفي. شو هو؟ بعد خبرتي كمحامي بقدر أكد لك إنه ثلاث أرباع جرائم القتل اللي عم تصير عم يكون سببها الحب أو الغيرة. وتخيلي إنه الحبيب هو اللي عم يقتل حبيبته أو بالعكس. ومن يومين صارت جريمة قتل ضج البلد فيها،
وكمان سبب الغيرة. أنا علي نبيك دموزير جنان، أنت حياتك بخطر لأن هيدا الزلمة مهووس. يا رب دخلك، هيدا اللي كان بعد ناقصنا. دخيلك جنان، من يوم وطالع ممنوع الظهرة من البيت، بتزعلي ما بتزعلي الصفلة. شو هالحكي هيدا؟ بدي كان انزرب بين أربع حيطان كرمال واحد مهووس؟ بنتي أنا ما ربيتك كل هالعمر حتى أخسرك بهالآخرة كرمال واحد مجنون مثل روجيه. الله معك، الله معك استاذ فؤاد. اهلا امين. بعد عمرك استاذ بدي اسالك سؤال. كنت حضرتك وعدنا من مده انك تساعدنا وتلاقي شغل لابن عمي. ليش بعد ما لقى شغل؟ لا والله بعد. بشرفك اهتم لي بالموضوع. حرام شاب مثله عتعيته وقبضاه يبقى هيك بلا شغل. لقيت الحل، وبعتقد رح يحمي جنان من هالانسان، وبنفس الوقت فيكي تروحي وتجي مطرح ما بدك بدون ما تخافي من حدا. شو رح تحط لها شركة أمن تحميها؟ لا خال، بودي جارد. يعني مثل رجال السياسة؟ ما جنان أهم من رجال السياسة، رح نقي لها بودي جارد يكون عليه كف بهد الحيط. حلو، بس وين بدنا نلاقيه؟ جاهز، رح أحكي لها يبلش شغل عندك بأقرب وقت. أوكي، شو اسمه؟ والأكل والشرب والسكن رح بيكونوا مأمنين، حتى المعاش بأكد لك رح يكون أكتر ما بتتخيل. خلص سيس خلص، فارس ابن عمي موافق على أميني. بس بدك تنتبه يا فارس، هالدوموزيل من عائلة مرتبة وحياتها بخطر، بدك تحميها لو بروحك إذا اضطريت. أكيد استاذ، دوموزيل رح تكون معي بحماية كاملة، ما رح خلي حدا يقرب عليها لو بدي أخسر حياتي. فإذا اتفقنا وما زالك بتخص المعلم أمين، رح أخدك على مسؤوليتي الخاصة. فيك تعتبر حالك من هاللحظة بلشت بالشغل. لك روح، الله يحميك ويوفقك كيف ما برمت وجهك يا أستاذ. مرسي سلمى، بس أكيد كبداية رح تبقى تحت التجربة شي كم يوم، وبعدين منشوف رأي دوموزيل فيك، أو بتبقى عندها أو بتترك وبرجع بلاقي لك غير شغلة. ما تعتلها، خلي لي إياك يا أستاذ. ولو وجباتنا. الله يقدرنا ويرد لك يا جميل. بس يا استاذ ما قلت لنا هالست وين بيتها؟ ان شاء الله يكون قريب من هون. الحقيقه بيتها بعيد شوي، مش بالمنطقه. بس يا جماعه سعد ما قالوا زمان، قصدي فارس ما قالوا زمان نازل من الضيعه، ما بيعرف المناطق، ما بيعرف يروح يرجع لوحده. مش مشكله مش مشكله، انا برافقه باول مشوار. لا لا امين، من هالناحيه ما تعتلهم، خالي بيشتغل شوفير عند بيها للبنت، وانا هلا بتصل فيه بقول له يجي ياخذ فارس معه لعند دوموزيل جنان. حلو اسمها جنان. هيدا اسمها، كيف لو بتشوفيها ست الستات. ايه مروان كيفك فؤاد؟ الحمد لله. انت وين هلا؟ مش بعيد عن المكتب. ضروري شوفك، في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه. عن شو؟ فؤاد الخبرية طويلة وعالتليفون ما بتنحل، يعني خليني اقول لك اياها من الاخر. في موضوع سوبر خطير، لازم تلاقيني على المكتب تنشوف شو بدنا نعمل وبأسرع وقت بليز. ولا العظيم يا صديقي، أنا كل شي عم بعمله بس لأني بعزك وبخاف عليك. بتخاف علي؟ هل قد في خطر على حياتي؟ أكتر ما بتتخيل. طيب بس هلأ أنا مشغول، عندي اجتماع، بس خلص بروح صوبك. فؤاد بليز اوعى ما تجي، أنا ناطرك. أجلت كل مواعيدي لأتفضل لهيدا الموضوع، وهيدي مش تربيح جميلة، هيدي الحقيقة. انت بتعرف انا شاب وحيد عند اهلي، وانت وكميل مثل اخواتي، وبحبكم قد الدنيا. ناطرك فؤاد. طيب باي، انا رح امشي هلا. بليز فارس تاخد كل شي حكيناه بعين الاعتبار، بتمنى تبيض لي وجهي، ما بحب اللون الاسود. اكيد استاذ. في شغله نسيت اقول لك اياها فارس، الدموزيل اللي رح تشتغل عندها ممكن تصير خطيبتي. لا 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 لا، ها هيدي خبريه بتفرح القلب، اذا كانت من نصيبك الله يقربها منك يا رب. مرسي سلمى، عقبال اولادك. يلا بالاذن. اذنك معك. الله معك استاذ. مرسي. تفضل مبروك مبروك، الحمد لله فتحت بوجهك. الحمد لله. لي 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 ليش ما شفني كيف حكيته؟ رح بسلو اجريه ليجي لهون.
ومش عم بفهم ليش معند هيك. بسيطة. إن شاء الله عم تلفن ولا تعاتبه؟ لا لا مش عم تلفن لفؤاد. لمين لكان؟ هلا بتعرف. سيربريز. الو؟ بونجور، بليز في احكي مع دوموزيل جنان نعوم. معك جنان نعوم، مين حضرتك؟ المحامي كميل زيادة، صديقه لفؤاد العلم. أهلا ماتر. ما كون عم بزعجك بس. لا لا أبدا، تفضل. عن جد سوري بس أنا ما كنت اتصلت فيكي لو ما عارف إنه الخبرية اللي رح وصل لك إياها بتهمك كتير. خير، شو الخبرية ماتر؟ رنا وخليل ولاد عمك المرحوم شكري بيسلموا عليكي وكلفوني إنه اتصل فيكي لحتى أقلك إنه هن كتير انبسطوا برجعتك على لبنان. لحظة ماتر، عم أهلك علي بليز. مين اللي مبسوط برجعت على لبنان؟ ولاد عمي أنا؟ نعم؟ إيه نعم، ولاد عمك رنا وخليل نعوم وحبين يزوروك ليتعرفوا عليك بعد هالغيبة الطويلة. وحبين يزوروني كمان؟ هلأ عن جد رحت علينا. صراحة ماتر فجأتني بالموضوع، يعني ما بعرف شو بدي أقول. بالنهاية هول عائلتي وأهلي وأنا بحبهم كتير. يعني بفهم منك ما عندك مانع تقابليهم؟ لا لا ابدا بالعكس، ليش بده يكون عندي مانع؟ انا كمان مشتاقه اشوفهم، ومن اول ما وصلت على لبنان كل يوم بقول بدي احكيهم. بس يمكن بتعرف ماتر، انا البابا كان عامل اكسيدان كبير وكان فايت كوما وما صار له كم يوم واعي. يعني صراحه ابدا بالي ما كان فاضي، كنت خايفه عليه كثير. سلامه قلبه الدكتور رأفت. ايه طبعا كل البلد عرف بقصته. بيك مفضل على ناس كتير دوموزيل جنان، الله يقدم له الصحة. مرسي ماتر، كلك ذوق. لكن أنا رح واصل الخبر الحلو لخليل ورنا. ماتر بس بليز قبل ما تسكر، عندي بعد سؤال لألك إذا فيك تجاوبني عليه. أكيد تفضلي. كيف عرفوا أولاد عمي إني جيت على لبنان؟ والله يا دوموزيل بتصدقي أنا ما فيش عندي معلومات واضحة عن هالموضوع، بس حسب ما فهمت من رنا إنه في شاب زارهم بالبيت، وهالشاب بيعرفك وبيعرف بيك كتير منيح، وهو خبرهم إنك بلبنان. لحظة تذكرت، هالشاب هو دكتور حكيم جراح ويمكن عايش بفرنسا. عايش بفرنسا؟ إيه نعم، بعتقد إنه هو اللي قال لهم إنك بالبلد. وهالدكتور اسمه روجيه خليل؟ عفاكي، هيدا هو اسمه روجيه خليل. طيب أنا بشكرك دوموزيل جنان، أخذت من وقتك. باي باي. روجيه قدر يوصل لأولاد شكري نعوم ويتعرف عليهم. هيدا اللي كنت خايفة منه. بعد في شي ما كنت خايفة منه؟ يا دلي أنا ملا مصيبة، وين كنا وين صرنا؟ وحياتك يا جنان، إذا انفضحنا لتختخ عظامنا بالحبس. رشاد بليز ما بقى تخوفيني، صار ماري أكتر من 15 سنة على القصة، يعني لو في حدا عارف شو صار ما كان بقى ساكت لهلأ. كانت القصة انتشرت على كل التيفيات والفيسبوك، ما الناس تنطر هيك قصة لتتسلى. اسمعي مني وخلينا ننسى اللي صار بالماضي ونجرب نتعايش مع الواقع مثل ما هو. يا ريت يا ريت يا جنان يا ريت. اللي صار بالماضي خلص، مات واندفن بالقبر مع أمل شعلان. ما نضحك على بعض يا أمل، انت أمل اللي عايشه. جنان بنت الدكتور رأفت توفت، دفنها بي تحت التراب بإيدي، وحدا بيعرف هالحقيقة غيرنا. وتبنيكي إلك أنت يا أمل، صرتي بنته، عطيكي اسم جنان، صرنا نعيطلك جنان ونسينا اسم أمل. وإذا نعرف هيدا السر بننفضح، والناس رح تصدم دكتور رأفت. ما رح يعرفوا ليش عمل هيك، ما رح يفهموا، رح بيقولوا إنه هو خلى بنته تموت وكذب على الكل وقال إنه هي رجعت عايشت من بعد ما عملت عمليات، بالوقت يلي بالحقيقة انت أمل اللي عايشة باسم جنان. جنان صارت مع الملايكة، ما في شي بينسيني الماضي ولا انت رح تنسي. طالما قلبك هيدا عم بينبض مش ممكن الماضي يموت. تعرفي ليه؟ لأنه أمل شعلان وجنان نعوم بينتن هلأ عايشين فيكي. خلص رشاد، خلص بجرفك اسكتي، ولا العظيم اعصابي تعبت، ما عاد قادره اتحمل اكثر من هيك. الله يبعثك يا عمو واجي.
راسي حيبش. أنا لازم أظهر غير جو شوي. الحمد لله حسب الله. هالمهدئات هيدي اللي بقى كل كلامي. وضعه النفسي سيء كمان حتى لو وجهه تغير. ناطر حتى اشوف كيف حيكون لقاؤه مع بنته. ضروري تكون محضره نفسيا قبل ما تجي بنته لهون. عطول عم بعطيه مهدئات مثل ما اتفقنا، لكن لازم يكون بلش يتخطى هالمرحله. كل ما بيتذكر بنته بيعمل كريزة أعصاب. غريب، لازم يكون مبسوط إنه بعدها بنته قدام عيونه. وصحتها منيحة مثل ما شفناها، بس كل ما يجيب سيرتها بيطلع ضغطه. مشان هيك المهدئات. إذا بهالحالة بيكون أفضل. مش شايف بي هالقد بخاف على بنته. أنت ما عندك بنات لتعرف قيمة البنت لبيا. هيك معك حق. أنت بتتوقع؟ أيوة قريبا جدا، لأنه ما كترت له الدوس. ولازم أحكي مع بنته لتجي حتى يشوفها. ضروري كتير يشوفها. هيدا مش حكي كارن، أنا مش رايحة على السوق بليك. بعدين أنت لازم تشتري لك كم قطعة جديدة. بعدين مش شايفة تيابك كيف صاروا ضايقين عليكي؟ ما بعرف ليه عم شوفك عم تنصحي مع أنك ما عم تاكلي. يلا قومي مشي، أنا ما رح أقبل إلا ما تكوني بسهرة عيد ميلادك أحلى من كل الصبايا المعزومين. طيب أمري لله، هلأ بلبس وبلحقك. يلا قومي الحقيني وحركي جسمك شوي. ليك سيسي، قد ما المجرم بيعتبر حاله ذكي مستحيل يقدر يمحي كل الأدلة على المسرح الجاي. فوت على جوجل مثلا، نبش عن أخطر جرائم صارت بالعالم، بتلاقي إنه الجرائم اللي لحد هلأ ما نعرف مين عملها كتير قليل. إيه فيصل؟ سيدنا المحامي فؤاد العالم وصل وناطر عندي. خليه فوت. أمرك سيدي. وصل صاحبنا. من قصدك كولونيل؟ المحامي فؤاد العالم. تفضل. يعطيك العافية كولونيل. اهلا متفر، تفضل انت. ميرسي. فيصل خليني اعمل لها. امرك. يا اهلا. هلا عن جد صار فيي اقول لك مبروك. ميرسي. بس عشو سعد لقى شغل عن جد وشغل محترم كمان. خي هاي خبريه حلوه، بس ما فهمت ليش عم تقولي له مبروك لالي. ريم
عكل الناس بس مش علي. بلا غنج بقى، لك ليكي من الغرام طالع من عيونك. لا بس انه وحياة عينك، مرقي لي شهرين بس لكن ركلش حاله بالشغل وما بكون سلمى اذا ما بخلي يروح لعند بيك ويطلب ايدك. طن سلمى بصراحة انا مش عارفة شو لازم اقول. قولي لحالك بدي حب هيدا الشاب وعايشه احلى حياة، سعد بيستاهل وانت كمان بتستاهلي، خلي يحس بوجودك حده لحتى يتعود عليكي وما يعود شايف غيرك، فرجيه انك انت بنت قديرة ومرتبة، ما اصلا انت هيك يعني، بس الشاب بحب يشوف اكتر. بعدين انا مش عم بعمل هيك بس لسواد عيونك، لا انا سعد بحبه كتير ولازم جوزه وافرح منه، وين بدي لاقي له عروس حلوة هيك مثلك مهذبة وإدامية ومنا وفينا. وانتو اهلي كمان. يعني اذا بدنا نعتمد على الكلام اللي قلت لي يا كولونيل بتكون المعلومات عن القضية مش كافية لتكفي فيها على الآخر، مثل ما مبين التحقيق بتنقصه الأدلة والإثباتات. تكون صادق معك أنا بفضل ما أعطي رأيي بهالموضوع على القليلة بالوقت الحاضر. كلامك بمحله ماتر. تعرف اللي خبرني عنك إنك إنسان مميز وذكي ما كان غلطان. الله يديمك كولونيل، شهادتك بعتز فيها. تسلم. طيب ماتر فؤاد، أنا بعد في موضوع تاني بدي أحكي معك فيه، مشغول شي أو بعد معنا شوية وقت؟ لا لا في وقت، تفضل. شكرا. حضرتك بتعرف الدكتور رأفت نعوم؟ قصدك الجراح المشهور؟ صحيح. للحقيقة أنا بسمع عنه بس ولا مرة شفته. طيب وبنته؟ شو بها؟ تعرفها؟ تقريبا. كيف يعني تقريبا؟ هي كانت عايشة بفرنسا ومن بعد ما رجعت على لبنان طلبت مني يكون محاميها الخاص. قبل هيك ما كنت بتعرفها؟ لا. طيب طالما ما كان في معرفة سابقة بيناتكم كيف هيك فجأة بتطلبك تكون محاميها ووكيل أعمالها وانت بالذات؟ خالي بيكون شوفير بيها وهو اللي عرفني عليها. ايه نسيت، معك حق. كولونيل شغلت لي بالي، ليش عم تسألني كل هالأسئلة؟ في شي يعني؟ لا 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 ما في أي سبب معين. حتى طمنك وريح لك بالك، أنا وصلني خبر إنه حضرتك أنت اللي اتصلت بالبنت على فرنسا وخبرت عن حادث بينكم. بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي الدروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان. العبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة تشفي القلب التعبان.
الحب وفرح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع عبرة بوفا العشرة رغم الزمن الضايع في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتمحي